السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جولة في اش ماركت اللي كانت اليوم مطيشة، لا بالنسبة اليوم ولا بالنسبة السيمانة اللي فاتت، كانت متواجدة بكثرة وبأثمنة يعني جد منخفضة مقارنة يعني بشحال هذه كانت شي شوية غالية. اليوم الكيلو اورو 49 صراحة الناس خدات بها، لان مطيشه هي الاساس في الحريره المغربيه وكذلك لي صوص لي بيتزا. كيف كتلاحظوا اننا في الدخله نتاع اش ماركت كاين جابوا هاد المبخرات، جابوا اواني اللي كانت اواني يعني موجوده في هاد الدخله، وجابوا هاد المبخرات يعني بمناسبه حلول الشهر الكريم. كانت هاد المبخرة يعني كاين اللي بالبريز هكا عندها تخدم بالضوء، وكاين اللي كتخدم بالفاخر اللي هو الفحم. انا كنت بغيت وحدة يعني هكا في الارجون، ولكن كاين غير في الدوغي، ما عجبونيش هكا في الدوغي، يعني ما خديتش بها صراحة. انا ما يعني في الدوغي ما عجبتنيش. وكذلك جابوا هاد عفوا هذوك البرارد، وكذلك كيف شفتوا هذوك اللي كيفوروا فيهم، جابوا هاد الحلويات حلويات باللوز اللي كانت كتقولي 5 اورو، 4 اورو 99. يعني جابوا هاد الملفاي اللي هو الملفاي نتاع البلاد، ماشي بحال داك الملفاي اللي كيبيعوه في المحلات الكبرى. صراحة أنا جابوا شباكية ما صورتهاش معكم لأن كانت الناس هنا بكترة، جابوا شباكية قريوش سلو كل شيء كيتباع. وكاين واحد حلو على برا، واحد المحل اللي هو بزاج بحال واحد لفيغاندا حلوها على برا، كانت موجودة في أش ماركت اللي هو فينا في سان جورج. كذلك جابوا هاد قلب اللوز تمايا، كانوا كيبيعوا كل شيء لا بالنسبة للمسمن ولا بالنسبة يعني اي حاجه كانوا كيبيعوها تما. كذلك جابوا هاد الماكولات اللي هي كونجولي، صراحه البريوات كل شيء جابوه، لكن الخضره كانت متوفره بكثره. صراحه جابوا هاد الدلع اللي كان حلو وزوين اللي هو الدلع تاع موريتانيا لي موريتاني، كان صراحه كيبيعوه هكا اللي بغى بالحبه، اللي بغى هكا يشري بلي مورسو، المهم بالكيلو كيعبروا له بالكيلو كيبيعوا. كذلك كانت التمور موجوده بكثره، كانت واحد البروموسيون يعني كانت الثمن ديالها ماشي غالي مقارنه بالعام الماضي، كانت 5 اورو هذيك البواطه، دابا 3 اورو يعني قول 4 اورو يعني ناقص اورو على العام اللي داز. صراحة كانت رخيصة. الحاجة الوحيدة اللي كانت غالية هي الفلفل الأحمر، بالنسبة للفلفل الأخضر يعني طاح تمن ديالو. كذلك الحوامض كانت موجودة بكثرة، لا بالنسبة للكلامنتي ولا بالنسبة للمندرين ولا بالنسبة يعني اللي بغى يدير العصير، ما عرفش هادو يعني كانوا حاضرين هاد الشيء اللي هاد الافوكادو. هذيك الحاجه اللي يمكن ما عرفتهاش وشنو هي، يعني حاجه يمكن يعني كتخص الافارقه. كذلك هنايا كيف شفتوا كان البطيخ، كانت الفواكه يعني، وكذلك الحوامض كيف شفتوا. جابوا الزيت اللي كانت دايرين فيها البروموسيون، صراحه كانت 8 اورو، ما عرفت ما رانيش كنشوف الثمن نيشان، ويتغوا شي حاجه ل 5 لتر. كيف شفتوا الكلامنتي اللي هو 3 اورو، كان جديد بالورقه صراحه ديالو، باقي يعني كل شيء الفواكه كانت يعني جديده. كيف كتشوفوا التفاح بالساشي اللي كيشري هكا بلي ساشي، كاين اللي كيتباع بالكيلو، المهم كل شيء ما شاء الله كان موجود. لا بالنسبه للخضر كيف شفتوا الربيع، لا بالنسبه للقزبر ولا بالنسبه للمعدنوس، ما شاء الله هذاك الشيء كيديريه في الثلاجه يقعد حتى جوج سيمانات ما كيصفرش. انا بقيت كنتقضى يعني بهذا المكازا عفوا، ما بقيتش نهائيا نمشي للمارشي، استغنينا على هذا يعني على المارشي باللي كنا نمشيو.
هنايا لهذا صراحة المجازة، لأن الثمن ديالها صراحة كومي مرخص على يعني المرشي. والله صراحة كيف شتو لي كورجيت باقي جديد، عرفتو باقا يلا حطوها، باقي القناة لي كاملين، باقي حتى داري لها اورو 69. كيف شفتو الخرشوف جايبينو كذلك بكثرة، كذلك كان الفول اللي ما صورتوش، الفول كان موجود لان كان الناس بزاف، وكان هادي اللفت المحفور او اللفت المرة اللي كنديروها في الكسكس، وبالنسبة عند الوجدة كيديروها في اللوبيا اليابسة او اللوبيا جريني، معروف عليهم هما يعني اللفت كيديروها في اللوبيا جريني او اللوبيا البيضاء اليابسة. كذلك بالنسبة للبطاطا الحلوة الثمن ديالها رخيص طايح، يعني بالنسبة للمجازات المحلات الكبرى اللي كان اورو 19 الكيلو. كيف شفتو بالنسبة للمكسرات موجودة بكثرة بكثرة بكثرة، المكسرات لكل شيء، مكسرات او المكسرات موجودة بكثرة، لا بالنسبة للوز ولا بالنسبة للقوقع واللي مقشر واللي ماشي مقشر. صراحة العصير كاين داك رايبي بحال اللي موجود في المغرب، رايبي جميلة موجود، اي حاجة اي حاجة يعني بغيتوها الا صراحة موجود في هذا المحل. كذلك البيض دايرين فيه لي بروموسيون، البيض ما صورش معكم يعني الجهة نتاع البيض، كان صراحة تاو دايرين فيه لي بروموسيون. كذلك الدجاج جايبين الدجاج دايرين فيه لي بروموسيون، كيبيعوا بالباكي نتاع يعني الفخاد، 8 نتاع الفخاد بكاتخ اورو، يعني فيها شي 13 كيلو. صراحة كل شيء الناس دات به. انا كناخد منها هاد الزرارع، هادو الزريعة اللي كنديرها في سلو، صراحة كنديرها في هاد الزريعة في سلو، كناخدها من اش ماركت، هادي يعني واحد الثمن ديالها اورو 49، ماشي غالية صراحة، وكتجي لذيذة في سلو، ويعني المنافع ديالها كتيرة كيف كتعرفوا. شفتوا المكسرات بكل انواعها، كذلك هنايا المشماش المجفف، كذلك يعني الثمن ديال العدس والفول كانوا دايرين فيه بروموسيون، كذلك الحمص اللي كان في المجازات اخرى تخوا اوغو والفوق، يعني هنايا دايرين له جوج اورو او شي حاجه، يعني ماشي الثمن ديالو ماشي غالي. كذلك الكسكس حاضر، لا بالنسبه للكسكس يعني العادي، ولا بالنسبه للكسكس تاع البلبوله، لا بالنسبه ل يعني الدقيق بكل انواعه، كل شيء تبارك الله كل شيء موجود. كاين داك الدقيق الخشن والمتوسط، وهذاك اللي كيبحث على داك الدقيق الرطب كيف كنقول، اللي كيجي العجين موجود. كيف شفتوا موجوده هذيك التيشه الجزائريه البلبوله كيف كنقولها، او كيقولها فريك، فريك الشعير. كي شفتو هاد الطون هنايا بالنسبه للحجم الكبير ولا بالنسبه للحجم الصغير، ديرو 6 اورو بالنسبه للحجم الكبير. هنا اللي ما بغاش يعني عادي يرطب الحمص فيشريه موجود، يعني الثمن ديالو يعني ثمن مناسب. وبحال البنات اللي خدموا الحلويات وكيدوروا للجيلاتين، يعني حلال فتلقاو في هذا المجازا الجيلاتين اللي هو حلال. كذلك كاين هنا عجينه السكر، عجينه اللوز. ونخليكم مع تتمه الفيديو، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله. عواشتكم بركه وصحه، فطوركم ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. Thank you.